فربنا حاسبني على كل كلمة أنا بقولها لكم. يروح حد يتكلم على البرلمان يقول لك لا أنا مش عاجبني البرلمان بتاعنا، وفين التشريع وفين الرقابة ومتأخرين، هذا لا يليق. وأنا بقول للمصريين عشان يعني ياريت كل واحد مننا يشوف دوره ويتم تنفيذ هذا الدور بجدارة وبكفاءة. يعني المدرس اللي موجود في مدرسته يشتغل كويس، الفرد اللي موجود في الشارع بينظم المرور يشتغل كويس. وده مش معناه ان احنا بنقول ما ننتقدش، لكن عايز اقول احنا محتاجين نفكر بالطريقة ديت. نرجع تاني بقول ان مؤسسات الدولة رجعت تاني، بس عشان تعيد هذه المؤسسات بالعمل بالشكل اللي انتم بتتمنوه، ده حراك مستمر، ده كل العالم مؤسساته في تطوير وتطور مستمر، عملية حضارية بتنمو مع بإنسانية كل دولة. يعني مش ما فيش حد بيقول أنا وصلت في أداء مؤسساتي للكمال، لا في أوروبا ولا في ألمانيا ولا في أمريكا ولا في أي دولة في العالم مهما كان تقدمها. فاللي أنا عايز أقوله بس إن كان إعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيهم الثلاث مؤسسات اللي أنا قلت عليهم دول، ده كان إنجاز أنا أتصور إن هو للدولة المصرية مش لحد تاني، بإن هو تحقق في مجال الإرهاب اللي احنا بنتكلم عليه. أنا قلت إن باب فتح باب لناس تصورت إن هي ليها حق، ومش يعني هم تصوروا كده وقراءتهم للواقع كده، ليهم حق من منظور يعني فكري، ودي رؤيتهم يعني الفكرية الدينية بتاعتهم، وليهم حق في إطار ان هم كانوا عملوا انتخابات. مش دي حقيقة برضو ولا ايه؟ مش هم عملوا انتخابات؟ وعشان كده بنقول للمصريين في الفرصة دي اوعى من فضلك تسيب حقك لغيرك، انزل قول لأ على فلان، لكن انزل عشان تبقى انت ضميرك مستريح قدام نفسك في انك انت لم تتخلى عن دورك حتى لو كان صوت واحد. قول اللي انت عايزه.